السلام عليكم. إحاطة مطولة قدمها ولد الشيخ إلى مجلس الأمن بخصوص ما أسماه بالحل السياسي في بلادنا. إحاطة المبعوث تلتها العديد من الكلمات المتعلقة بتطورات المشهد اليمني، من بين تلك الإحاطات ذات العلاقة بالشأن الإنساني لمنسق شؤون الإنسانية، وكلمة أخرى لمندوبة الولايات المتحدة ومندوب بريطانيا في مجلس الأمن، والعديد من الكلمات التي تناولت التطورات في بلادنا من زوايا مختلفة. فيما يتعلق بإفادة ولد الشيخ، كان اللافت فيها مساواته بين الأطراف وإصراره على أن هناك طرفي صراع، وعلى جميع الأطراف تقديم تنازل متغافل في اللحظة ذاتها عن ثنائية الشرعية والانقلاب ومسألة المعرقل للقرار الدولي 2216. على صعيد خطة الحل السياسي، تضمنت كلمته تحميل الطرفين مسؤولية رفض مقترحاته، وكذا محاولة ربط الخطة بالقرار 2216، فقد أشار إلى أن الخطة تتفق مع القرار مع أنها تتناقض تماما مع مضمونه بحسب متابعين. مراقبون أشاروا إلى أن الإحاطة حملت الكثير من التضليل لمجلس الأمن بحقيقة التسوية ومحاولة تغليف التسوية بالوضع الإنساني الذي يتم الحديث عنه، كما لو أنه واقع منفصل عن مأساة إسقاط الدولة بفعل الانقلاب. أما كلمة مندوب بلادنا في مجلس الأمن خالد اليماني، فقد حملت تعقيبات وإيضاحات حول ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي وكذا تقرير مدير برنامج الغذاء العالمي، وأشار إلى تفاصيل مهمة من بينها أن ميليشيا الإنقلاب هربت الصواريخ متوسطة المدى واعتدت على الممرات المائية، ونوه إلى تأكيدات لجان العقوبات عن حجم الشحنات المتواصلة التي تزود بها إيران ميليشيا الإنقلاب دون ما بيان إدانة للطرف الإيراني من قبل مجلس الأمن. مشاهدينا الكرام، عن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة التطورات في بلادنا ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كما سينضم معه آخرون عبر الهاتف. فأهلا بكم وبهم. مرحبا بك أستاذ ياسين. مرحبا، أسعد الله مساك. أهلا بك أستاذ ياسين مرة أخرى. اليمن في مجلس الأمن، سنناقش آخر التطورات، ولكن قبل ذلك نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لا بد من التوصل إلى الالتزام جاد من جميع الأطراف. أودع المبعوث الأممي مجلس الأمن خارطته للحل السياسي في اليمن. الخارطة كما كان متوقعا حظيت بتأييد معظم أعضاء المجلس، لكن يبدو أن هذا المجلس يتجنب إظهار الالتزام المفترض تجاه قراراته السابقة بشأن الأزمة الطاحنة في اليمن. أمام إجماع على ضرورة إنهاء الحرب، رفض الطرف الإنقلابي التعاطي الإيجابي مع أفكار السلام المنطلقة من روح المرجعيات الثلاث، وأصر على مواصلة الحرب وتطويرها، واستغل الهدنة في تهريب المزيد من الصواريخ. جاءت كلمة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني بأوضح العبارات، وكشفت غياب العدالة لدى أعلى مرجعية دولية معنية بحفظ السلام. وفشل مجلسكم الموقر هذا في إصدار بيان واحد يشقف فيه هذه الدولة الراعية للإرهاب، رغم بيانات العديد من الدول الأعضاء المرسلة إلى السيد الأمين العام ومجلس الأمن بهذا الصدد. حاجج اليماني مسؤولي برنامج الغذاء العالمي والشؤون الإنسانية بأنهما أخفيا الجزء الأهم من حقيقة المعاناة الإنسانية في اليمن، التي تصنعها ميليشيا إنقلابية قوضت السلام وأرادت فرض خياراتها بالقوة العسكرية. أظهر المتحدثون في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت من أجل مناقشة الوضع في اليمن نوعا من الرسائل المتبادلة بين القوى المؤثرة في المجلس، وأحالت إلى مستوى جديد من تصفية الحسابات على خارطة اليمن المضطربة هذه المرة. تحدث المندوب الروسي بلغة مصطنعة عن فظاعة الحرب في اليمن، وعبرت المندوبة الأمريكية في المقابل عن إدانتها القوية لمحاولة الإنقلابيين استهداف مكة المكرمة بالصواريخ بعيدة المدى، بينما أعرب المندوب البريطاني عن خيبة الأمل من عدم التزام الحوثيين وصالح بقرارات مجلس الأمن. يجمع المراقبون على أن جلسة مجلس الأمن لن تنتج فعلا دوليا مؤثرا في مسار الأزمة اليمنية، لكنها ستؤسس لمناقشات قد تكون عاصفة في المستقبل القريب، ما قد يضيف المزيد من التعقيد على الأزمة اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، مناقشة آخر التطورات في اليمن، ما حدث في مجلس الأمن، حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. بداية، ربما ذكر التقرير في طياته أن هناك مراقبين يجدون أن هذه الجلسة لن تنجح بتقديم فعل مؤثر على الأحداث في اليمن. برأيك جلسة الأمن التي ناقشت التطورات في بلادنا، ما أهميتها في هذا التوقيت؟ وهل فعلا لن تنجح في تقديم أي جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا أخت آسيا، وتحية لمشاهدي قناة بلقيس. هي طبعا جلسة ككل الجلسات، جلسات الإحاطة التي خصصت للاستماع إلى آخر التطورات حول الأزمة اليمنية، ولكن يجب أن نعترف بأن هذه الجلسة مختلفة نوعا ما. مستوى الخطاب كان مرتفعا جدا، هناك من حاول تصفية الحسابات على خلفية قضايا أخرى سائدة في المنطقة، وخصوصا ما يجري في سوريا وفي العراق. لاحظنا على المندوب الروسي أنه اتكأ كثيرا على مسألة الخطأ الذي ارتكبه التحالف فيما يتعلق بصالة العزاء، وأظهر كما لو كانت روسيا يعني ملاك، وأنها لم تقصف مدارس ولا مستشفيات، ولم تتعمد حتى قصف هذه الأهداف المدنية بهدف كسر إرادة الناس في حلب. وجدنا موقفا قويا جدا من جانب الولايات المتحدة متضامنا مع الشريك الاستراتيجي المملكة العربية السعودية، إدانة واضحة لمحاولة قصف مكة المكرمة. وجدنا موقف بريطاني متشدد فيما يتعلق بعدم انصياع الانقلابيين لقرارات مجلس الأمن، ووعد أيضا بالنظر في مسألة إصدار قرار ل إنهاء الحرب وتطبيق الخطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن. هناك أعتقد ما يشبه الإجماع الدولي لا يمكن يعني إغفاله حيال هذه الخطة. اليوم نحن أمام خطة ربما أنها ستكون هي الخيار الوحيد للحل أمام الأطراف، الحكومة الشرعية والقوى العاملة لإيران في صنعاء. هذه الخطة يمكن أن تبقى فترة طويلة كخيار معروض للسلام من جانب المجتمع الدولي، وخطة تحظى بالإجماع الدولي. رأينا كما قلت خطابا مرتفعا، ورأينا أيضا خطابا قويا من مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، وكان خطاب بحجم المسؤولية، واستطاع أن يرد على كثير من الإدعاءات التي وردت في كلمات سواء المندوبين الدائمين أعضاء مجلس الأمن أو غير الدائمين، أو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أو المسؤول الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، والذين أعتقد أنه كان هناك خطة منسقة لتصعيد أو للعب على وتر الأزمة الإنسانية، لكن هؤلاء الناس تحدثوا عن الأزمة الإنسانية من زاوية ضيقة جدا، وأرادوا أن يقولوا بأن هناك مأساة إنسانية تعيشها المناطق التي يهيمن عليها الإنقلابيون، وهذه محاولة مفضوحة ل يعني لمحاولة التخفيف على الإنقلابيين ومنحهم فرصة أخرى للاستمرار في هذه الحرب المجنونة التي تعصف باليمنيين. نعم، إذا ما الدافع من ارتفاع وتيرة الخطاب كما تفضلت؟ يعني ما هو الجديد الذي يجعل الخطاب مختلفا هذه المرة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعتقدان اليوم بأن هذه الخطة هي أقصى يعني مستوى يمكن تقديمه لحل الأزمة اليمنية، ولا يمكن يعني، وهذا ما أقرته في تقديره هي الرباعية في لندن. هذه هي كانت وجهة نظر مشتركة. ربما السعودية تجنبت إظهار نوع من من يعني لم يكن لها موقف من هذه الخطة، ربما لم تقل نرفض هذه الخطة، ولم تقل ربما حتى نوافق على هذه الخطة، ولكن أبدت عدم اعتراضها على هذه الخطة. لهذا أنا أعتقد أن كيري الذي يقف بقوة خلف هذه الخطة يعني لا يرى أن هناك من وصفة لحل المشكلة في اليمن سوى هذه الخطة، ولهذا جاءت الأصوات مرتفعة. أيضا كما قلت مجلس الأمن هو ساحة صراع في نهاية المطاف على خلفية قضايا أخرى في المنطقة وخصوصا في سوريا، ولهذا رأينا أن المندوب الروسي عندما ركز كلماته على صالة العزاء وتغافل تماما عن الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، كأنه أراد أن يدين طرفا ما. هو يعتقد أن التحالف العربي في نهاية المطاف على علاقة وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تتحدث عن تجاوزات روسية في سوريا ها هي اليوم توفي يوفر غطاء لتجاوزات مماثلة. وطبعا ليست يعني ما حدث في صنعاء ليس كما كالجرائم التي حدثت في حلب. هناك خطأ ارتكب في صنعاء نعم، وهو خطأ فظيع وكارثي، ولكن ليس كالجرائم التي ترتكب في حلب والتي تستهدف المدنيين بشكل خاص. لهذا يلاحظ المراقب كما ورد في التقرير ايضا بان الخارطة اليمنية او المساحة اليمنية المضطربة باتت اليوم مساحة صراع لهذه القوى، ولهذا
هذا التفسير الوحيد انا في تقديري لارتفاع الصوت ولاظهار هذا القدر من الاهتمام بالاحاطه التي قدمها المبعوث. هل تعتقد ان يحاول تقديم اي منجز لرئاسه الولايات المتحده قبل مغادرتها يعني من خلال هذا الاندفاع حول هذه الخطه؟ هذه واحدة أيضا من الدوافع السياسية لكيري، لكن أعتقد أن كيري هو يحتفظ أيضا بدوافعه الخاصة. كيري لا يظهر يعني تلك المشاعر التي يفترض بدولة عظمى أن تظهرها تجاه تجاوزات خطيرة تحدث بحق حقوق الإنسان سواء في اليمن أو في سوريا. نرى مثلا في سوريا أن هناك جرائم بشعة، وعلاقة كيري بلافروف تزداد قوة ومتانة، ومعظم أعتقد الخلل الذي حدث في المشاكل الجارية في المنطقة أو الخلل الحاصل في موقف القوى العظمى اللي هي الولايات المتحدة يعود إلى تقدير الوزير كيري نفسه. لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بشكل أساسي وجذري بمسألة بحرص أوباما مثلا على إنجاز شيء في اليمن، لكن أنا في تقديري بأن الكيري لديه خطة، ويعني والخطة هذه دائما تهدف إلى تعزيز موقف الأقلية التي وصفها بالأقلية، ولهذا لن هو يعتقد أن هذه هي الوصفة المناسبة للأزمة اليمنية، وشدد على ذلك وأظهر موقفا متشددا حيال هذه الخطة. نعم، إذن أستاذ ياسين انضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة عبر الهاتف من واشنطن. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور، يا مرحبا. أهلا بك معنا دكتور أحمد في المساء اليمني، وبداية نود أن نستمع لرأيك حول ما جاء في إحاطة ولد الشيخ التي قدمها اليوم في مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بحديثه عن خطة أو ما أسماه بالحل السياسي. أنا أعتقد أنه يعني حاول يعني المبعوث الخاص أن يعرض فكرته ويدافع عنها بالتأكيد، لكن كذلك كان واضح في تحديد كثير من القضايا المتعلقة بانتهاكات يعني وقت إطلاق النار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. أنا أعتقد كانت كلمة شاملة وتكلم فيها كثير بالتفاصيل، لكن ما يهمنا يعني غير كلمة يعني المبعوث الخاص هو كلمات أعضاء مجلس الأمن. يعني أنا أعتقد كلمة المبعوث المصري الذي عبر بوضوح عن الموقف العربي، لأنه هو الممثل العربي في مجلس الأمن، كلمات بقية الدول التي تحدثت عن ما سمي باعتباره خطة نهائية وشاملة بأنه يعني أفكار قابلة للنقاش. وأنا أعتقد هذا تحول مهم جدا. إذا لاحظتم في كلمة المبعوثة الأمريكية عندما تكلمت أن هذه الأفكار ليست يعني take it or leave it، يعني تأخذها كما هي أو تتركها، ولكنها مقدمة أو أرضية للنقاش. وهذا يختلف عن الحديث الذي تكلم فيه ولد الشيخ أو الذي كان يتم تداوله باعتبارها أفكار نهائية يجب القبول بها خلال أسبوع. أنا أعتقد أنه يعني بالتأكيد أن هناك في تغير في المزاج الدولي بعد طول الحرب والآثار الإنسانية لهذه الحرب، لكن أنا أعتقد أنه ثبات الموقف الرسمي الحكومي و ثبات مؤسسة الرئاسة والحكومة مدعومة بموقف شعبي وحزبي واجتماعي واضح لعب دور كبير جدا في 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 دفع هذه الخطة التي كانت يعني ان تم تسويقها كما اريد لها ستكون مقدمة لحروب لا تنتهي في اليمن. نعم، لكن ألن تكون هناك يعني ضغوطات دولية على الحكومة بقبول مثل هذه الخطة، خاصة وأن هناك مطالب يعني بما ضمنته الإحاطة بإنهاء الحرب، وأن الكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية كما تحدث ولد الشيخ؟ الضغوطات كانت ولا زالت يعني بالتأكيد العالم يريد السلام، لكن ونحن نريد السلام، لكن نحن نتحدث عن السلام المستدام الذي لا يشكل يعني استراحة قتال ثم يغرق اليمنيين فيما بينهم البين في حرب لا تنتهي لعقود. المجتمع الدولي يريد هذه الحرب تنتهي، لكن كيف؟ هذه قضية يجب أن نتفق عليها. نحن لا يمكن أن نسلم بخط الأمان الأول يعني وهو الشرعية ممثلة برئاسة الجمهورية المنتخبة ممثلة بالحكومة المدعومة يعني من القوى السياسية الرئيسية مقابل وعود بتنفيذ ترتيبات أمنية نحن خبرناها من خلال عدد واسع من الاتفاقيات التي توقعناها مع الحوثيين، يعني آخرها اتفاق قسم الشراكة التي لم تر النور مطلقا. فبالتالي
أن يطلب من الحكومة اليمنية أن تتخلى عن خط الدفاع الرئيسي الذي يحفظ ترعية الدولة ما رفضنا القبول به، ونحن في أجزاء من مدينة عدن وفي أجزاء من مدينة من محافظة مارب والحوثيين وصالح مسيطرين على 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 كل الأرض اليمنية، لا يمكن مطلقا أن نقبل به ونحن يعني على 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 أعتاب صنعاء ونحن قريبين من صنعاء ونحن يعني التضحيات الكبيرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمنية في كل مكان بعد كل ما حققته لا يمكن أن يتم ذلك. أنا أعتقد أن هناك خلل جوهري في الرؤية المقدمة، هي تتعامل مع الأطراف باعتبارها أطراف يعني تعتقد أنها أطراف متحاربة وبالتالي يجب تشارك القوة على حساب الدولة اليمنية وعلى حساب مستقبل اليمنيين، وهذه مسألة مطلقا أن تقبل بها الحكومة اليمنية حرصا على مستقبل يعني أبنائنا وحرصا على استعادة الدولة التي تحمي يعني مكتسبات اليمنيين وكذلك تحمي مشروع اليمنيين القادم وهو الدولة الاتحادية. هذه الجوهر المعركة هذه كلها قامت من أجل هذا المفهوم، لا يمكن الآن أن نسلم يعني هذا المشروع دون 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 أن نتأكد بأنه أن هناك انتخابات هناك إقرار واستفتاء على الدستور دكتور انتخابات قادمة، لا يمكن نسلم إلا بهذه الأولوية. نعم دكتور، لكن يعني ولد الشيخ أيضا تحدث عن أن الخطة التي قدمها هي مبنية على القرار 22/16 والمرجعيات الأساس، هل برأيك تتفق فعلا مع هذه المرجعيات؟ لا، أنا أعتقد أن الأفكار أو الخطة التي اطلعت عليها لا تتفق جوهريا مع المبادرة الخليجية التي رسمت خط واضح ومحدد مرحلته الثالثة لم تستكمل، لا يتفق مطلقا مع القرار الدولي 22/16، لا يتفق مع مخرجات دستور الحوار الوطني الشامل التي تتحدث حول مشروع الدستور اللي توافق عليه اليمنيين، فبالتالي أنا أعتقد أنه الحديث أن هذه الخطة تتسق أو تتفق أو تشتق من هذه المبادئ الثلاث، أعتقد حديث بحاجة إلى مراجعة جوهرية وحديث غير صحيح. نعم. وكذلك الواقع الاجتماعي والسياسي والجغرافي والاقتصادي بطبيعة الصراع في اليمن يعني هذه الخطة لا تتوعبها مطلقا. نعم، إذن دكتور أحمد يعني في ظل هذه المغالطات التي قدمت لمجلس الأمن والرؤى أيضا التي تناولت الجانب من زاوية واحدة، ما هي توقعاتك لما ستوضي إليه تداولات المجلس بخصوص الأزمة اليمنية؟ هذه نحن يعني نخوض معارك مختلفة في المجال السياسي في الأرض في الجانب الاقتصادي، هناك مساحات كثيرة، بالتأكيد أن هناك الآن معركة مهمة جدا في السياسة الخارجية وعلى مستوى مجلس الأمن، بالتأكيد هناك مزيد من الضغوط، لكن أنا أعتقد أنه ثبات الموقف الرسمي اليمني مدعوما يعني بموقف خليجي من قوات التحالف يعني هذه قضية جوهرية يعني مزيد من الثبات في الأرض ومزيد من التقدم و يعني مزيد من الأداء الحكومي في المحافظات المحررة. أنا أعتقد هذه قضايا مهمة جدا ستدعم الموقف الرسمي اليمني في الخارج. يعني أنا أعتقد أن هناك خطوات كثيرة تم البدء بها يجب استكمالها حتى تعزز من موقفنا الخارجي، لكن أنا أعتقد ثبات السياسة الرسمية اليمنية الخارجية مدعومة بموقف شعبي وسياسي واجتماعي موحد، أعتقد بالتأكيد يعني سنكون قادرين للتعاطي والتعامل مع هذه الضغوط التي أتوقع أن تتزايد في المرحلة القادمة. وبالمناسبة يعني قرار مجلس الأمن أصدر قرار 2016 من سنة ونص تقريبا وأكثر، وللحظة الحوثيين لم ينفذوه، يعني أنا أقصد بالنهاية هذه يعني ضغوط سياسية سنتعامل معها، لكن بالتأكيد لا يمكن القبول بأي ضغوط سياسية مهما كانت يعني تخل بثوابت الأساسية وتكون على حساب التنازل يعني عن سعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.
نعم أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، تعقيبا على حديث دكتور أحمد، يعني هناك إصرار من الحكومة اليمنية هذه المرة بعدم قبول أي ضغوطات، خاصة وأن هناك ربما ثقل مختلف على الأرض هذه المرة، هل ستنجح اليمن ممثلة بالحكومة الشرعية بالتخلص من الضغوطات الدولية أيا كانت؟ بالتأكيد أنا أتفق مع ما طرحه، وربما من محاسن الخطة التي عرضها مبعوث الأمم المتحدة بهذا القدر من الثقة هي أنها وضعت كل شيء على الطاولة. أنا أعتقد أن مضامين الخطة هذه عرضت على السلطة الشرعية، وكانت مدار ضغوطات شديدة مورست من قبل السفراء الغربيين على الوفد الحكومي وعلى الرئيس هادي وعلى حكومته طيلة الفترة الماضية، وجرى تعديل وتحوير طفيف في هذه الخطة قبل أن تعرض كتصور نهائي يحظى بتأييد كامل كما جاء على لسان المبعوث الأممي. لكن أنا أعتقد أن الموقف الرسمي للسلطة الشرعية موقف معزز يعني بدعم كبير جدا على المستوى الميداني، على المستوى الشعبي، على المستوى العسكري، ولكن نحن أيضا بحاجة إلى ضبط بوصلة المواقف، مواقف التحالف بكل مكونات التحالف القوى المؤثرة فيه مع بوصلة الشرعية، بمعنى أنه الشرعية يمكن أن ترفض، ولكن لا نريد أن يكون رفض السلطة الشرعية فقط للتخفيف عن الضغوطات المفروضة على التحالف العربي. هناك خيارات ميدانية يمكن أن تغير الوقائع على الأرض وتعفي السلطة الشرعية وتعفي التحالف من كل هذه الضغوطات التي تمارس. هناك يعني شواهد من الماضي القريب جدا في مسار الأزمة اليمنية التي بدأت في 94 حتى اليوم، هناك الكثير من الخطوط الحمراء التي سقطت. وعندما نتحدث عن ضرورة استعادة صنعاء فنحن نتحدث عن عودة الشيء إلى أصله، والسلطة الشرعية هذه هي تمثل الجمهورية اليمنية وتمثل الشعب اليمني بالكامل. نحن في يعني في سياق مواجهة ما بين دولة وما بين عصابة، هذه العصابة تريد أن تجر اليمن إلى موقف مغاير، إلى تريد أن تحول اليمن إلى منصة لمواجهة إقليمية لا نهاية لمآلاتها السيئة، تريد أن تؤسس لسلطة جهوية ذات صبغة طائفية، تريد أن تربط اليمن بالمشاريع الطائفية لإيران. هناك سلسلة من الأزمات يمكن أن تتولد فيما لو تمكنت هذه العصابة من البقاء في صنعاء، لكن السلطة الشرعية عندما تعود إلى صنعاء أعتقد أنه سيمثل هذا نهاية طبيعية لكل الإشكالية المرتبطة بالدولة، لأن هذه السلطة عندما تعود إلى صنعاء لن تعود لتمارس السلطة فحسب، وإنما لتشرف على عملية انتقالية حقيقية تفضي إلى سلطات جديدة وإلى نظام جديد يتوافق عليه كل اليمنيين. هناك خيارات عسكرية وسياسية، لا يجب أن يتوقف الأمر عند حدود التحفظ على مبادرة الأمم المتحدة. لدى السلطة الشرعية ولدى التحالف أيضا خيارات للتحرك على المستوى السياسي لتسويق مشاريع جديدة، والمشاريع الجديدة هذه لن تكون منفصلة أصلا عن مرجعيات ثابتة ومعترف بها دوليا، وهي طبعا المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الشرعية الدولية، علما بأن هذه مرجعية اليوم يبدو أنها تتآكل، وأنا أعتقد لكن هذا التآكل يستفيد منه الإنقلابيون ولا تستفيد منه السلطة الشرعية. عندما تحقق السلطة الشرعية تقدما في الميدان فأعتقد أن هنا هذا سيكون على حساب بعض المرجعيات التي تضمن بقاء الإنقلابيين في المشهد السياسي. لا نريد من هذه المرجعيات أن تكون الخطة باء للإنقلابيين، بمعنى أنه إذا فشلوا في المواجهة العسكرية مع السلطة الشرعية فإن بإمكانهم العودة إلى المشهد السياسي والتموضع في بنيان الدولة عن طريق المرجعيات الثلاث. هل تقصد أننا لا نريد نسخة مكررة من السلم والشراكة؟ السلم والشراكة كان نسخة سيئة، وأنا أعتقد أنه قدم دليلا وبرهانا لا يمكن يعني المحاججة حوله أو حتى هم من صاغوا أيوة. كان هذا الاتفاق وهم كان هذا كان هذا كان وكان أيضا بإشراف القوى الغربية نفسها التي أرادت تمكين الحوثيين من السلطة الشرعية، ولكنهم اكتشفوا فيما بعد أن هذا منتج إيراني خالص يعني في صنعاء، وقد رأينا أن يعني وجودهم في صنعاء مرتبطين بالمشروع الإيراني خلق توترا
على مستوى شركاء أساسيين للغرب وفي مقدمة طبعا المملكة العربية السعودية. هذا الاتفاق ضمن للحوثيين حضورا ومشاركة في السلطة، ولكنهم رفضوا تنفيذ هذا الاتفاق مع أنه يخدمهم ويخدم تواجدهم في السلطة. هم يريدون سيطرة مطلقة على كل مفاصل الدولة، ويريدون تحديدا السيطرة العسكرية والأمنية. عندما تتم السيطرة العسكرية والأمنية من قبل هذه العصابة فلا مجال للحديث عن دولة شراكة ولا عملية انتقال سياسي ولا أي هذا النوع من المصطلحات طبعا التي ستكون فارغة من مضمونها وموتورة وليس لها علاقة بالواقع. لهذا يعني على المجتمع الغربي، على القوى الغربية التي تريد اليوم أن تمرر هذه الخطة، أن تتذكر أن اتفاق السلم والشراكة الذي حاولوا فرضه تحت وطأة القتال والاقتحام وإسقاط صنعاء فشل، لأن بكل بساطة هؤلاء الإنقلابيين الذين حاولوا دعمهم والحوثيين على وجه التحديد وحليفهم صالح لم يلتزموا حتى باتفاق السلم والشراكة الذي نال من سيادة الدولة وجردها من صلاحيتها وأسس لمرحلة يعني سيئة جدا. اليوم نحن يعني نقطف ثمراتها السيئة، لكن هذا الأمر يجب لا يتكرر اليوم. ولدى كما قلت لدى السلطة الشرعية أوراق كثيرة يمكن أن تلعب بها، ولديها كثير من الحجج التي يمكن أن ترفعها في مواجهة الضغوطات. نعم، نتحدث عن هذه الأوراق التي لدى الشرعية، ولكن اسمح لنا أن تسد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. كنت تتحدث قبل الفاصل عن أن لدى الشرعية أوراق كثيرة تستطيع الضغط من خلالها، ما هي هذه الأوراق؟ هذه الأوراق كما قلت يمكنها أن تذكر القوى الكبرى التي تضغط على الحكومة الشرعية بأن هذه الحكومة ذهبت مع القوى الكبرى ووقعت اتفاق سلم وشراكة مذل، ومع ذلك حتى هذا الاتفاق الذي أوصل الحوثيين إلى صنعاء ومكنهم من مفاصل الدولة لم يحترم من جانب الحوثيين أنفسهم ومن جانب المخلوع صالح الذين رأوا أن الفرصة قد أتيحت لهم لابتلاع الدولة بكاملها. هذه الخطة اليوم تأسس لمرحلة جديدة من الفوضى والاحتراب المستدام، لأنها أيضا توفر فرصة أخرى لهذه القوى المتمردة التي قادت اليمن إلى حروب لكي تتموضع من جديد في بنيان الدولة وتخوض وتستعد وتتأهب لخوض جولة جديدة من الصراع. الهدف منها بشكل واضح هو إقصاء الشركاء والسيطرة على الدولة والارتباط بالمشروع الصفوي الإيراني الطائفي. هذه إحدى الأوراق. الورقة الثانية هناك أن الحكومة وقعت ربما وقعت في مشاورات الكويت، وقعت على جانب الترتيبات الأمنية المتصلة بقرار 2116 والذي رفض الحوثيون والمخلوع صالح التوقيع عليه وذهبوا في مقابله إلى تأسيس المجلس السياسي الأعلى. الترتيبات التي تتم من طرف واحد من جانب الحوثيين دعوات مجلس النواب إلى الانعقاد تأسيس مجلس سياسي على هذا يعطي يعني، وقد أثار هذا بشكل واضح المبعوث الأممي إلى اليمن. هذه أيضا إحدى الأوراق التي يمكن أن اللعب عليها، أنه هذا الطرف لا يحترم أصلا المشاورات ولا يحترم الترتيبات ولا يحترم المرجعيات، وبالتالي ليس في وارد الذهاب إلى تسوية سياسية تقوم على المرجعيات أو على الأقل تحترم إرادة المجتمع الدولي. أيضا الورقة الأهم هي الورقة العسكرية. هناك يعني تفوق نوعي. نعم، عند هذه النقطة أستاذ ياسين ينضم معنا أيضا عبر الهاتف اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور. أهلا بك معنا سيادة اللواء. يعني لو تحدثنا عن المسار السياسي الذي يبدو أنه أصبح مسدود الأفق، هل نستطيع أن نقول أن المسار العسكري ربما سيستطيع استعادة ما لم تستطع السياسة استعادته، ونعني بذلك الدولة؟ شكرا أستاذ آسيا. هو طبعا المجتمع الدولي ومحاباته الانقلابيين أوصلت المجال الدبلوماسي إلى أفق شبه مسدود، يعني لأن المبادرات السابقة التي تقدم بها المجتمع الدولي كانت قد حظيت بموافقة الشرعية باستمرار يعني، وبالمقابل رفضها الانقلابيون دائما وأفشلوا كل محادثة السلام، ولم يتحدث عنهم العالم في شيء، ولم ينتقدهم ولم يمارس عليهم أي ضغط، على العكس مما يعني يحصل الآن للشرعية. حينما جاء الأستاذ إسماعيل ولد الشيخ أحمد وهو مجرد موظف، وهذا ليس مشروعها الشخصي،
هو مشروع على الأمين العام، وبالتالي هو مشروع على الولايات المتحدة الأمريكية. إنما جاء بهذا المشروع الذي يشرع من الإنقلاب من خلال الفرض أنه يفرض على رئيس الجمهورية أن يقصي نائب وأن يختار نائب توافقي، بمعنى الذي يرضى عنه الحوثي وعلي عبد الله صالح، أو بمعنى أصح أن يكون حوثيا أو من عطاشيا، ثم يقصي رئيس الوزراء، وبمعنى آخر أن يقصي الدولة الشرعية أو قيادة الدولة الشرعية. وحينما رفض هذا من قبل القوى السياسية المدنية والأحزاب والتنظيمات السياسية والجيش الوطني، قامت الدنيا ولم تقعد، قالوا أن الصراع في اليمن ظهر في رأس السلطة الشرعية أنه على السلطة، وأن عبد الله المنصور هادي لا يريد إلا السلطة، وأنهم يقاتلون من أجل السلطة. نسيوا أن الانقلاب أساسا استهدف عبد الله المنصور هادي، وأن عبد الله المنصور هادي هو من سلم لجنة الصياغة مسودة الدستور، وأنه من قال لهم أصرون إلى الانتخابات بأي طريقة، سواء عن طريق تعديل الدستور أو الإضافة إليه أو الحذف منه أو حتى تغييره، المهم أن تصلوا بنا إلى الشعب اليمني الانتخابات. نسيوا أن عبد الله المنصور هادي هو الرئيس التوافقي، وهو المنتخب، وهو الذي طرد من واعتقل، وهو الذي قتلت عدد من أسرته، وهو الذي لحق إلى 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 عدن، وهو الذي أيضا اعترفت بالشرعية الدولية. وكان عبد الله المنصور هادي مجرد شخص عادي يلهف وراء السلطة، وليس رئيسا اعترفت به الدنيا، وارتفع من حوله الجيش الوطني والمؤسسة التنظيمية والأحزاب، وهو يقود الدولة لا لكي يخلد في الرئاسة أو يورثها لأبنائه، بل لكي يوصلنا إلى الانتخابات إلى الدولة المدنية من خلال إعادة روح الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية. نعم سيدة اللواء، لا يقصد يعني لا يستهدفون مجرد شخص. نعم سيدة اللواء، يعني هناك من يتحدث عن أن هذه الدولة تعرضت للانقلاب والاختطاف بعملية مسلحة، وبالتالي لن تعاد إلا بعملية بذات العملية التي تعرضت لها بالانقلاب. هل تتفق مع هذا الطرح، خاصة أن المجتمع الدولي عادة ما يميل إلى الطرف الأقوى على الأرض؟ الدولة الشرعية الآن أمام خيارين لا ثالث لهم، إما أن تنصاع لضغوط المجتمع الدولي وتسلم بشرعنا الانقلاب وتعترف به وتنتهي إلى نهاية معروفة، أو أن تحسم أمرها عسكريا وتفرض الأمر الواقع على الدنيا كلها. وهذا ما فعله الانقلابيون. ما الذي فعله الانقلابيون؟ والدولة اليمنية في أوج في عرسها السلمي الحواري الإنساني، في 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 أوج التوافق والتعايش في موزمبيق وغيره، ما الذي عملوا الانقلاب واحتلوا العاصمة وسيطروا على القوات المسلحة وانتشروا في المدن وفرضوا القتل ونزلوا إلى المحافظات وفرضوا أمر واقع ليأتي العالم اليوم ليشرع لهم من جديد. لا حل وفق هذا الاتجاه القائم الآن إلا بالعمل العسكري الحاسم، إما أن يحسموها عسكريا أو يذهب كل إلى منزله ويهدأ ولا يتحدث عن شرعية ولا غيرها. نعم، هل سيتمكن الجيش الوطني من الحسم عسكريا؟ الجيش الوطني يستطيع ان يعني يحسم المعركه في وقت اقرب مما يتصور الاخرون، لولا الضغط الذي يمارس عليه من المجتمع الدولي من الكبار من الولايات المتحده الامريكيه، لولا الخطوط الحمراء المرسومه امامه لكان قد انجز مهمته منذ فتره مبكره. نعم، إذن اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي، شكرا. وهذا كلام نعم. أقول وأنا خارج الدبلوماسية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ولطرحك هذا سيادة اللواء محسن خسروف، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ياسين، هناك ضغوطات كما نعلم خاصة في مسألة الحسم العسكري، إذن لا حسم عسكري يراد له أن ينجز، ولا تسوية حقيقية لا تعيد الحرب من جديد يراد لها أن تتم. هل سيفرض على اليمنيين الواقع بوجود الحوثيين والميليشيا الموجودة؟ هذا ما يريده في نهاية المطاف الذين يمارسون ضغوطا على التحالف وعلى السلطة الشرعية. هم الآن يقولون ماذا عملت السلطة الشرعية وماذا عمل التحالف خلال سنة أكثر من سنة ونصف، بينما هم يمارسون ضغوط حقيقية طبعا، ولديهم أوراق يمارسون به هذا الضغط على التحالف العربي.
يعني هناك نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية والغرب على المملكة العربية السعودية وعلى السلطة الشرعية. هم يحاولون قدر الإمكان عدم الوصول إلى معركة صنعاء التي ستنهي كل شيء في حقيقة الأمر، ثم يعودون في مجالس النقاش ليقولوا أنه ماذا نعمل لكم، أنتم لم تحسموا المسألة العسكرية. ولهذا أنا أتفق مع ما طرحه اللواء خسروف من أنه الحل العسكري هو الحل، هو الخيار الوحيد. يعني أنا أعتقد خيار الذهاب إلى الحل السلمي وفق التصور الذي طرحه المبعوث الأممي، هو تصور طبعا أمريكي في الأساس وليس تصور المبعوث الأممي، هذا الذهاب إلى هذا التصور طبعا هو يعني سيكون خيار كارثي بكل ما تعني الكلمة من معنى، وسيكون تخلي حقيقي من الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته عن الشعب اليمني وعن يعني هذه المهمة الوطنية الكبيرة التي أسندت إليهم في مرحلة حساسة وفي ظرف خطير جدا يمر به الوطن وتمر به البلاد. إذن يبقى معنا خيار واحد وهو الحسم العسكري، وأنا أعتقد أنه لا يستطيع أحد أن يعاقب سلطة شرعية على أن تستخدم صلاحياتها الدستورية في استخدام القوة لفرض القانون. في حقيقة الأمر هذه القوة لا يراد منها هزيمة طرف أو مكون اجتماعي أو خلق أو التأسيس لصراع جديد، لا، الهدف هو إنهاء مسببات المشكلة التي أوردت اليمنيين إلى الهلاك. وهذه المشكلة تتمثل في الانقلاب الذي قامت به عصابة متمردة، وهذه العصابة يعني لا تكمن مشكلتها في أنها تحتفظ بمشروع سياسي لا يتفق مع الهوية الوطنية ولا يتفق مع الشراكة الوطنية ولا مع الوحدة الوطنية، وإنما أيضا هذه المجموعة الانقلابية مرتبطة بمشروع طائفي إقليمي، وهذا هو مشروع تأزيم ومشروع يمكن أن يأخذ البلد إلى ما هو أسوأ مما وصلت إليه اليوم. ولهذا الدلالات هذه العمليات العسكرية التي قام بها الحوثيون وأنصار المخلوع صالح في جنوب البحر الأحمر تدل على أن هذه العصابة تريد أن تأخذ اليمن بعيد، تريد أن تخلط الأوراق على هذا النحو الخطير، لا تعمل حساب لحاضر ومستقبل اليمن، ولا تريد أن هي لا تريد أن تقترب من الحل السياسي، لا تريد أي عملية سياسية تفضي إلى حل يضمن شراكة وطنية ودولة ديمقراطية حقيقية، دولة اتحادية حقيقية. هذه العصابة ترفض مثلا مشروع الأقاليم الستة، لماذا ترفض هذه العصابة مشروع الأقاليم الستة؟ ما هو المشروع السياسي الذي تؤمن به؟ في حقيقة الأمر هي مشروعها الحقيقي ومشروع استئثار بسلطة يقوم على مبدأ التميز الجهوي والتميز الطائفي، ولهذا هم يرفضون تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم ويريدونها إقليما واحدا من أجل سهولة السيطرة عليه واستثمار ثرواته والاستئثار بسلطاته. إذن لا حل أمام السلطة الشرعية اليوم هو تفعيل الجانب العسكري، والأمر مرهون بموقف التحالف. نعم أستاذ ياسين، يعني تحدث ولد الشيخ أن الشرعية وميليشيا الانقلاب رفضوا مقترحاته للحلول التي طرحها، برأيك هل هذه إشارة منه إلى فشل المسار السياسي؟ هو لم يريد أن يقول أنه فشل، قال أنه يعني الكرة الآن في ملعب اليمنيين، قال بأنه بطريقة غير رسمية هؤلاء الناس رفضوا هذه المبادرة، بمعنى كأنه يريد أن يقول أبلغوني بمواقف مغايرة عن المواقف التي أعلنوها عبر وسائل إعلامهم. لكن من الواضح أن المبادرة الآن فشلت، لكن الخطورة هو أن القوى النافذة الدولية تتمسك بهذه المبادرة وتبقيها وتجمد هذه المبادرة، ثم تترك الجميع في حالة جمود ورتابة أو في حالة صراع لا أفق له، ثم في لحظة حرجة ما يعيدون طرح ذات المبادرة. نعم. على السلطة الشرعية أن تتحسب لهذا الفخ، عليها أن تتحسب لهذا الفخ. نعم. وتلقي بالمبادرة جانبا. هناك لا ننسى أن هناك إحاطة إنسانية قدمت، ولكن للأسف كانت لمناطق معينة فقط ولم تشمل كل ما يحدث في اليمن. حقيقة عند هذه النقطة نستضيف معنا الدكتور عبد الرحيم السامعي، عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية، عبر الهاتف من تعز. مساء الخير دكتور عبد الرحيم. مساء الخير أختي أسيا لك ولضيفك الكريم الأستاذ المناضل ياسين والدكتور السفير أحمد عواد وكذلك الأميد مصطفى. نعم دكتور عبد الرحيم مرحبا بك أيضا. تقرير مدير برنامج الغذاء الذي قدم في مجلس الأمن تحدث أنه زار بعض المناطق ليس من بينها تعز، لماذا تظل تعز خارج الحسابات الأممية برأيك؟ أختي الكريمة، الكل بما فيهم ولد الشيخ
يعلقون فشلهم بقشات صغيرة في بقع صغيرة تسيطر عليها الميليشيات، وبالتالي يريدون من خلال إعلامهم من خلال حديثهم الفاشل أن يقولوا بأنهم قد داروا مناطق، لكن في الحقيقة المناطق المنكوبة هي تلك المناطق التي تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وكذلك المناطق المحاصرة من خارجها، وعلى سبيل المثال محافظة سعد. للأسف الشديد البرنامج العالمي للغذاء فشل في إدخال وفي القيام بما يجب عليه إنسانيا في إدخال المواد الغذائية، بالرغم ما يتلقاه من المساعدات، ونحن على علم بأن هناك مساعدات كثيرة جدا قدمت من مركز سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية، إلا أنه للأسف الشديد يقع تحت ضغط هذه الميليشيات في العاصمة صنعاء. لما لا يتحدث عن هذه الضغوط دكتور عبد الرحيم؟ لما يوضح فقط جانب معين من الوضع الإنساني ولا يتحدث أنه لم يستطع زيارة بعض المناطق بسبب حصار الميليشيا وعدم قبولها بذلك؟ هل هناك لوبي نستطيع الحديث عن لوبي محلي هو الذي يمنع وصول مثل هذه المعلومات إلى مجلس الأمن؟ أنا في اعتقادي أن المنظمات الأمم المتحدة وبالأخص برنامج الغذاء العالمي خاضعين لتلك الضغوط التي تمارسها الميليشيات الانقلابية، وكان آخرها قبل أيام منع وصول وفد منظمة اليونيسف في منطقة الأقروض ومنعه من الدخول إلى مدينة سعد. يعلقون فشلهم على القشات، وأنا أعتقد بأن ولد الشيخ إذا ما أراد أن يظل ولد الشيخ بل ويرتقي أيضا إلى ولد الخير، عليه أولا أن يهذب من الخطاب الذي يساوي بين الضحية والجلاد، بل أنه اليوم في الإحاطة التي قدمها في مجلس الأمن اليوم كاد أن يتهم الضحية ولا يساوي حتى في الأخير. اليوم تعز، هل يعلم ولد الشيخ بأن تعز تقبع في الظلام الدامس منذ ما يقرب من سنتين؟ هل يعلم ولد الشيخ بأن المياه الملوثة هي المصدر الوحيد داخل مدينة سعد للشرب وللطهي وللغسيل؟ هل يعلم ولد الشيخ بأن جميع مدارس مدينة سعد معطلة وتقطف ليلا نهار؟ هل يعلم ولد الشيخ بأن 95% من النظام الصحي انهار تماما داخل هذه المدينة ولا يوجد نظام صحي على الإطلاق، وما يوجد هو فقط عبارة عن تداوي، وأن هناك الجرحى لا يستطيعون لا القرب من داخل المدينة للدواء ولا تلقي المساعدات، يتذرعون كل ما وجدوا من قشة صغيرة سواء المناطق المحاصرة من قبل الميليشيات أو أنهم يقومون بزيارات إعلامية وفرقعات إعلامية هنا وهناك، ويقولوا بأننا قد زرنا. وفي الإحاطة أيضا أنا أستغرب اليوم بأنه يقول أن هناك تحسن في مناطق وتدهور في مناطق أخرى بالرغم من عمل المنظمات الإنسانية. أين هي المنظمات هذه؟ كم عدد المنظمات الإنسانية أو منظمات الأمم المتحدة؟ نعم اتضحت الفكرة دكتور. العديد من المراكز، كم هي عدد هذه المنظمات التي دخلت تعز؟ أنا أقول نعم. اليوم بأنه لا أثناء الهدنة ولا قبلها ولا بعدها دخلت غذاء صحي أو غذائية إلى مدينة تعز. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم السامعي عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عند هذه النقطة أستاذ ياسين أود تعليقك، خاصة وأن كلمة السفير اليماني حملت انتقادات شديدة على تقرير التغذية العالمية وزيارته، أيضا ما جاء في حطة ولد الشيخ يعني انتقد أكثر من نقطة خاصة في هذا الجانب الإنساني الذي تستثنى منها تعز دائما. أعتقد أن التلخيص الذي قدمه الدكتور عبد الرحيم السامعي، وهو واحد من المقاتلين في الميدان من أجل حماية ما تبقى من يعني نظام صحي ضعيف جدا في هذه المدينة المنكوبة، الإيجاز الذي قدمه الدكتور عبد الرحيم كافي لتوضيح أي مدى وأين تقع الكارثة في حقيقة الأمر. الكارثة كما قال هي تلك التي تعصف بمناطق تحاصرها الميليشيات، تقصفها الميليشيات، تستهدفها الميليشيات بشكل يومي، تقبع منذ أكثر من سنة ونصف أو نحو سنتين بلا كهرباء، بلا ماء صالح للشرب، بلا إغاثة، بلا هناك تجاهل تام لهذه المناطق المنطقة
المنكوبة، وفي المقابل يتم إلقاء الضوء على مناطق بهدف غسل يعني سياسات وممارسات وسلوك الميليشيا ومنحها فرصة للتموضع في المشهد السياسي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كما أشكر الضيوف الذين كانوا معي عبر الهاتف دكتور أحمد عوض بن مبارك واللواء محسن خسروف والدكتور عبد الرحيم السامعي، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.